السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنكمل حلقات مراجعة حل المحافظات للترم الاول سنة تانية اعدادي ترم اول. يلا كده هنحل النهاردة مع بعض محافظة الشرقية. اكمل العبارات الاتية: 1. رتب مندليف العناصر تصاعديا حسب اول ما الاقي مندليف يا مستر يبقى على طول حسب اوزانها الذرية، بينما رتبها مزلي تصاعديا حسب نقط، طالما مزلي يبقى حسب اعدادها الذرية. رقم 2، يتكون الجدول الدوري الحديث من نقط دورات أفقية، هنقول له 7 دورات أفقية، ونقط مجموعة رأسية هنقول له 18 مجموعة رأسية. رقم 3، تتكون الشهب فيه، هنقول له الميزوسفير، بينما تحدث الظواهر الجوية فيه، هنقول له التروبوسفير. رقم 4، الأشعة فوق البنفسجية ذات تأثير، هنقول له كيميائي، بينما الأشعة تحت الحمراء ذات تأثير حراري. والأسئلة دي من أسئلة الامتحانات، لو تلاحظوا كل محافظة بنحلها بنلاقي السؤال ده دايما. رقم 5، توجد بين جزيئات الماء روابط، طالما قال لي بين الجزيئات يبقى روابط هيدروجينية، بينما توجد بين ذرات جزيء الماء، طالما قال لي بين الذرات يبقى روابط تساهمية أحادية، مش كده؟ طيب اذكر استخدام واحد لكل من النيتروجين المسال، هنقول له يستخدم في حفظ قرنية العين لانخفاض درجة غليانه إلى -196 درجة مئوية. رقم 2، جهاز الألتيميتر يستخدم في تحديد ارتفاع تحليق الطائرات بمعلومية الضغط الجوي. رقم 3، المحميات الطبيعية توفير الظروف المناسبة للنمو والتكاثر الأنواع المهددة بالانقراض بعيدا عن أعدائها. رقم 4، الحفرية المرشدة ساعدنا في تحديد العمر النسبي للصخور الرسوبية الموجودة بهذه الحفريات. رقم 5، إذا كانت درجة الحرارة عند سفح جبل 26 درجة وارتفاع الجبل 4، احسب درجة الحرارة عند القمة، وهل يتكون جليد عند القمة؟ المسألة ديت هنحلها عادي خالص زي أي مسألة بنحلها. احنا قلنا عشان نحل المسألة ديت يا مستر بنعمل ايه؟ أول حاجة بتكتب القانون. نكتب ايه؟ القوانين. المسألة دي لها قوانين لازم تنكتب. تعالوا كده مع بعض. قال لك اول قانون بكتبه اللي هو ايه؟ قال لك هو عايز درجه الحراره عند الاول القمه، طالما القمه انا طالع فوق، بس كده الجبل اهو له قمه وله قاع، السفح بتاع الجبل درجه الحراره وانا نازل قال لك بتزيد، يعني معناها هنا في ارتفاع عند السفح، وانا طالع فوق قال لك درجه الحراره بتقل، يبقى معناها هنا عند القمه في انخفاض. عند القمه في ايه؟ انخفاض. هو عايز درجه الحراره عند الايه؟ عايز القمه، يبقى هو عايز الانخفاض. يبقى احنا القانون بتاعنا هنقول له مقدار الانخفاض في درجه الحراره بيساوي الارتفاع بالكيلومتر، لازم كيلومتر دي، في 6.5. ده القانون. نعوض فيه، قال لك انت عندك بيساوي قبلتنا حطها الارتفاع بكام يا مستر؟ الارتفاع بكام؟ قال لك بالكيلومتر مدولي في المسألة، بص عليه الارتفاع هنا مدولي 4 كيلو، واتأكد ان جنب الرقم في كيلومتر، لكن لو مدولي بالمتر لازم الاول نحول من المتر للكيلومتر، نقسم على 1000، الرقم اللي مدولك ده تقسمه على 1000، لكن هنا هو مدولي جاهز خلاص بالكيلومتر، بعوض عنه على طول. يبقى الارتفاع هنا 4 في قبلتنا حطها زي ما هي، 6.5 قبلتنا حطها زي ما هي، هيديني كام؟ هتضرب بالآلة الحاسبة كده 4 في 6.5 هيديك 26 درجة. بعد كده بكتب القانون رقم 2، اوعى تنسى، يبقى المسألة دي بتحل على خطوتين. هو عايز درجة ايه؟ عايز درجة الحرارة عند القمة، يبقى نقول له درجة الحرارة عند القمة بتساوي درجة الحرارة عند السفح ناقص، واكتب الجملة اللي فوق ده هي اللي احنا بدأنا بيها، اللي هي مقدار الانخفاض في درجة الحرارة. جميل، بيساوي قبلتنا حطها درجة الحرارة عند السفح بكام؟ السفح يا مستر مديها لي ب26، بقول له 26 ناقص قبلتنا حطها زي ما هي، الانخفاض في درجة الحرارة انا لسه جايبه فوق اهو بكام؟ ب26. 26 ناقص 26 هيديني كام؟ هيديني 0 درجة. 0 ايه؟ درجة مئوية. هو بقى بيقول لك هل يتكون جليد؟ طبعا. طب درجة الحرارة 0 دي يعني معناها في ايه؟ نعم يتكون جليد. نعم يتكون ايه؟ جليد. خلاص كده ماشي. تعالوا يلا نكمل حل المسائل. بيقول لك رقم 2، اختر الاجابة الصحيحة. كل ما مما يأتي من الغازات الدفيئة ما عدا
سي اتش 4 ولا سي او 2 ولا ان 2 او ولا او 2؟ طبعا هيبقى او 2 اللي هو الاكسجين، والباقي دي غازات دافيه، ده غاز الميثان، ده غاز ثاني اكسيد الكربون، ده اكسيد النيتروز. طيب رقم 2، توجد حفريات كامله لحشرات محفوظه في الامونيت ولا الصخور الناريه ولا الكهرمان ولا الجليد؟ هنقول له لا الكهرمان. رقم 3، سمك طبقه الاوزون يعادل نقط في ميم ضاد دال، ميم ضاد دال هنقول له 3 مليمتر، اما لو سمكها الطبيعي من غير ميم ضاد دال هيبقى 20 كيلومتر. طيب رقم 4، من الكائنات المنقرضة الماموس ولا النسر الأصلع ولا كبش أروى ولا الخرتيت؟ أنت عندك الخرتيت مهدد بالانقراض، كبش أروى مهدد بالانقراض، عندك النسر الأصلع برضو مهدد بالانقراض، أما الماموس ده منقرض قديما يبقى هو من الكائنات المنقرض. حدد مكان العناصر الآتية في الجدول الدوري من حيث رقم الدورة ورقم المجموعة، يبقى هو عايز رقم الدورة ورقم المجموعة. بنحل المسألة دي إزاي؟ سهلة جدا يا مصر. أول حاجة بتيجي تكتب الرقم اللي هو مدهولك إن إيه 11، أهو إن إيه 11، أول حاجة بعملها بوزع المستوى كي ياخد كام؟ ياخد 2، مستوى اللي ياخد كام؟ 8، 2 و8 10، شوم ال 11 يتبقى 1، أهو المستوى إم هياخده. طب اجي هنا بص، هو هنا كام، كام دورة كام مدار انا عملته؟ 3 مدارات، 1 2 3، يبقى نقول له دورة 3، الدورة التالتة، والمدار الاخير اللي هو ام في قلبه كام؟ 1، يبقى نقول له المجموعة الاولى اللي هي 1A، وطالما لقيت 1 يبقى هنقول له الفئة اس، الفئة ايه؟ اس. خلاص كده يبقى دورة 3 مجموعة 1A فئة اس. طب يلا كده نجيب الرقم التاني ان ايه 10، يلا كده نوزعها ان ايه 10. توزع ازاي؟ اول حاجة وزع العشر، مستوى كي بياخد 2 يا مستر، المستوى ال ياخد 8، 2 و8 10. طيب يلا كده دول كام مدار؟ 2 كي و ال، يبقى هنا هنقول له دورة التانية، واخر مدار في قلبه كام؟ في قلبه 8، يبقى هنقول له مجموعة صفرية، طالما لقيت 8 هنقول له المجموعة الصفرية، وطالما ما لقيتش لا 1 ولا 2 يبقى هقول له فئة بي، فئة ايه؟ بي. خلاص كده دي اتحل. طب يلا تالتة ام جي 12، يلا نحلها، نقول له ايه ام جي 12، نوزع ال 12، مستوى كي بياخد 2 بس، مستوى ال بياخد 8، 2 و8 10 شيلهم من ال 12 يبقى 2، يبقى كي ال ام هياخد ال 2. لو انت ما انتش فاهم التوزيع الالكتروني في حلقة كاملة في القناة عن التوزيع، ارجع لها تاني يلا وروح افهمه وبعدين تعالى كمل معايا. يبقى هنا 2 8 2، دول كام مدار؟ 3 مدارات، يبقى نيجي كده نقول له دورة 3، وآخر مدار في قلبه كام؟ في قلبه 2، يبقى نقول له مجموعة 2A، وعندك فئة طالما لقيت 1 و2 يبقى هنقول له فائس، فائس بس خلاص. تعالوا كده يلا نحل آخر واحدة بي 15، يلا نحلها بي 15، مستوى كي ياخد كام؟ 2، مستوى ال ياخد كام؟ 8، مستوى ام ياخد كام؟ 2 و8 10، شيلهم من 15 يبقى 5. يلا كده نوزع، يبقى نقول له دول كام مدار؟ 1 2 3، يبقى نقول له دورة تالتة، آخر مدار في قلبه كام؟ 5، يبقى نقول له المجموعة الخمسة ايه؟ هنقول له فئة، طالما ما لقيتش 1 و2 يبقى هكتب فئة بي على طول. خلاص بس خلاص كده المسائل بتكون اتحلت. طيب يلا كده نكمل بقية مسائلنا. قارن بين كل من النظام البيئي البسيط والنظام البيئي المركب من حيث أثر غياب أحد الأنواع وأمثله. قال لك النظام البيئي البسيط لو غاب أحد الأنواع ده بيتأثر بشد، أما النظام البيئي المركب لا يتأثر كثيرا لوجود البديل. أمثلة، النظام البيئي البسيط زي الصحراء، النظام البيئي المركب زي الغابة. طب رقم 2، الحجم الذري والضغط الجوي من حيث وحدة القياس. الحجم الذري وحدة قياسه بيكومتر، وهي بتعادل جزء من مليون مليون جزء من المتر، بتساوي 1 × 10^12 متر. اما الضغط الجوي وحدة قياسه البار او الملي بار، البار او الملي ايه؟ بار. طيب نكمل مع بعض. طيب رقم 3، اكتب المصطلح العلمي. رقم 1، التناقص المستمر في اعداد افراد النوع الواحد من الكائنات الحية دون تعويض ده الانقراض. رقم 2، مقدرة الذرة في الجزيء على جذب الكترونات الرابطة الكيميائية نحوها دي السالبية الكهربية. رقم 3، ترتيب الفلزات ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب درجة نشاط الكيمياء دي متسلسلة النشاط الكيميائي. رقم 4، جزيء يتكون من اتحاد ذرة عنصر مع جزيء من نفس العنصر ده جزيء الأوزون، ماشي، بيتكون من ذرة عنصر اللي هي أكسجين يتحد مع جزيء أكسجين. طيب أكمل المعادلات الآتية، ام جي زائد 2 اتش سي ال هيدينا ايه؟ هيدينا ام جي سي ال 2، دي على النقط الاولانيه، زائد اتش 2 وجنبها سهم طالع لفوق تصاعد. بعد كده المعادله الثانيه، سي زائد هنكتب له هنا على النقط او 2، او 2
والسهم ده هو هنكتب عليه حرارة. يعمل لي على السهم ده ايه؟ حرارة، هيديك سي او تو. طيب هنا بي ار تو زائد تو كي اي اللي هو يديد البوتاسيوم هيدينا ايه؟ هيدينا هنا النقطة الاولانية تو كي بي ار، تو كي بي ار زائد اي تو، يبقى يدينا ايه؟ اي تو. طيب ادرس الشكل المقابل ثم اجب عما يلي. احنا قلنا المساله دي بتتحل ازاي؟ المساله دي بيجيبها لك هديه في الامتحان. اول خطوه احنا المساله دي يا مستر بنحلها على 3 خطوات، متعودين مع بعض ان احنا المسائل اللي زي دي بنحلها على كام خطوه؟ 3 خطوات. تعالوا كده بالراحه مع بعض. اول خطوه بنعد الالكترونات بتاعه الشكل اللي مدولي من غير ما اقرا المساله. اول حاجه هعد الالكترونات، كم الكترون دول؟ ادي 2 وادي 8 يبقوا كده 10، وادي بره في 1، ادي 2، ادي 3، يبقى كده 13. يبقى عدد الالكترونات بتاعت الشكل عندي كام؟ 13. يبقى انا اجي كده بالراحه كده واقول له عدد الالكترونات بتوع الشكل 13. ده كده مفتاح الحل بتاعي. يبقى اول خطوه انا بعد الالكترونات بتاعت الشكل. يبقى لو جاب لك مساله زي دي مالكش دعوه بالمساله، انت تعالى الاول عد الالكترونات، يبقى دول 13. الخطوه الثانيه بدور على كلمه يلي او يسبق، بدور على كلمه يلي او ايه يسبق. دي كده الخطوه الثانيه في الحل، ندور على كلمة يلي أو يسبق. بيقول لك حدد موضوع العنصر في الجدول الدوري الحديث، ماشي. موضوعه طبعا هو يقصد العنصر اللي قدامي ده، موضوعه طبعا من دي مش تبع بقية حلنا يعني، بس احنا موضوعه هتشوف دورة كم مجموعة كم. هو هنا 3 مدارات، يبقى الدورة التالتة، وآخر مدار في قلبه 3 الكترونات، يبقى إذن المجموعة 3A. خلاص يبقى هنا الدورة التالتة مجموعة 3A. طيب ما عدد الذري؟ قلنا عدد الذري هنجمع الالكترونات دي، لسه جمعناها دلوقتي، هنلاقيهم 13. ما العدد الذري للعنصر الذي يلي؟ اهو هنا بقى، يبقى دي تاني خطوة في الحل اهو اللي احنا اتفقنا عليها، هندور على كلمة يلي او يسبق. هو هنا بيقول لي ايه؟ يلي. يبقى هاجي هنا جري كده واروح جاي، انا كتبت كان هعد اول حاجة الالكترونات في الشكل، اداني 13. 13 هي يا مستر. هو قال لي وتاني خطوة بدور على كلمة يلي او ايه او يسبق، يلي او ايه او يسبق. لو لقيت يلي بحط زائد، لقيت يسبق كنت هحط ناقص، بس انا هنا لقيت يلي فاحط جنب ال 13 دي زائد. وبعد كده بروح ادور على كلمه من 2 كمان، هدور على كلمه مجموعه او دور. هنا اهو بيقول لي يلي فين؟ قال لك في الدور. طالما قال لي دوره بحط 1، لو قال لي مجموعه احط 8، يبقى احط هنا قال لي دوره اه يبقى احط 1. يلا كده 13 زائد 1 يديني كام؟ 14. بس خلاص كده انا جبت اول واحده اهي. يبقى ما العدد الذري للعنصر اللي بيليه في الدوره؟ هنقول له بيساوي 14. بيساوي ايه؟ 14. طب يلا نفس الخطوات الثانيه هنكررها، بدور على كلمة ايه؟ قال لك بدور على كلمة يلي او يسبق. هنا بيقول لي ايه؟ يلي. يبقى هنحط الرقم الاصلي اللي احنا كنا شغالين عليه اصلا اللي هو مفتاح الحل 13، وطالما قال لي يلي هحط زائد، بس المرة ده قال لي يلي فين؟ في المجموع. طالما مجموعة هحط 8، مجموعة هحط ايه؟ 8. 13 و8 21، 1 وايه؟ و20. بس خلاص. طيب نتنقل بعد كده على السؤال الرابع. بيقول لك علل لما ياتي سميت المجموعه 1A بالاقلاء. نقول له لانها تتفاعل مع الماء مكونه محاليل قلويه. رقم 2 يذوب السكر في الماء رغم انه مركب تساهمي لانه يستطيع تكوين روابط هيدروجينيه مع الماء. رقم 3 الجزء السفلي من الستراتوسفير مناسب لتحليق الطائرات. هنقول له لانها منطقة خالية من الغيوم والاضطرابات الجوية وحركة الهواء فيها أفقية. رقم 4 تعتبر الأخشاب المتحجرة من الحفريات رغم أنها تشبه الصخور. هنقوله لأنها تدل على تفاصيل حياة نبات قديم. بعد كده استخرج الكلمة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. تلوث بيولوجي، تلوث إشعاعي، تلوث كيميائي، تلوث ضوضائي. انت عندك البيولوجي والإشعاعي والكيميائي دول كده مع بعض، واللي يبقى الكلمة الغريبة هتبقى ضوضائي، ودول هيبقوا ايه؟ قال لك دول كده انواع تلوث المياه. رقم 2 الكواجة النسر الاصلع نبات البردي طائر ابو منجل. يبقى فين الكلمة الغريبة؟ ابو منجل مهدد بالانقراض، البردي مهدد بالانقراض، النسر الاصلع مهدد بالانقراض، يبقى الكواجة ده منقرض حديثا. يبقى اذا الكلمة الغريبة هتبقى الكواجة، والباقي دول هنقوله كائنات مهددة بالانقراض. رقم 3 ليثيوم صوديوم بوتاسيوم كلور. يبقى انت عندك الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم دول كده مع بعض، دول كده عناصر مجموعة الأقلاء. أما الكلور ده كان من الهالوجينات، يبقى إذن الكلمة الغريبة الكلور، والباقي دول هنقول له عناصر عناصر مجموعة الأقلاء. رقم 4 طابع سمكة بيض ديناصور الأمونيت السجل الحفري. يبقى الكلمة الغريبة عندي السجل الحفري، والباقي دول دي كده طابع سمكة والأمونيت
وبيض ديناصور دي كده من أمثلة على الحفريات. أمثلة على إيه؟ على أنواع الحفريات دي كده حفريات. أما السجل الحفري ده كلمة غريبة، يبقى دي حفريات. صوب ما تحته خط. بيقول لك إيه؟ تتكون الحفريات غالبا في الصخور النارية. لا طبعا هي مش النارية، الصخور الرسوبية. يتحرك الهواء في التروبوسفير أفقيا. غلط، هنقول له رأسيا. الأكسجين من الغازات الدفيئة. لا، ثاني أكسيد الكربون، أو تقول له بخار الماء، أو تقول له غاز الميثان، أو تقول له مركبات الكلوروفلوروكربون، وهكذا. يتجمع غاز الهيدروجين عند المصعد في جهاز فولتمتر هوفمان. لا، الهيدروجين عند المهبط، يبقى هيدروجين يبقى مهبط. كده بتكون المحافظة خلصت. راجع عليها تاني، وأي سؤال واقف قدامك ابعته لي أسفل الفيديو. كان معكم مستر إبراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.